اليوم كمركز استشارة فلاحية بوالماس، كنتاجو لجماعة بوقشمير بالضبط دوار أدفو باش نفتتحو أول يوم من المدرسة الحقلية الكسابة ديال المنطقة حول المسار التقني لتسميل الأغنام. أول حاجة درناها هي شرحنا الكسابة ديالنا، الهدف من المدرسة الحقلية اللي كيتمثل في الرفع من الوزن المتوسط اليومي للأغنام في الفترة ديال التسمين. ما يخص المسار الصحي، اول حاجه درناها في اليوم الاول شربنا الخرفان لي باتو بروتيكتور كمكمل تلقيح ضد مرض المراره اللي غادي نستعملوه لمده 3 ايام باش من بعد نديرو التلقيح ضد مرض المراره مضادات الطفيليات الداخليه والخارجيه. بالنسبه للجرعه فهي 0.5 مليلتر لكل 1 كيلوغرام وزن الحي. في الحاله ديالنا استعملنا بين 10 حتى 12 مليلتر للخروف. المراره الى بداو كيموتوا كنديرها هي الاولى، كندير هذاك هو الاول، عاد كندير جلبه الا ما كاين الموتى ولا ما كاين والو راه كندير جلبه ما كنديرش هذا. أعلاف الأعلاف كيكونوا عندنا جوج أنواع، أعلاف طاقية والأعلاف اللي كتجيب لينا البروتينات اللحم والبروتينية. هنايا جبنا السي بدريس جبنا التورتو، التورتو ديال الصوجة، هادوك التورتو كيدن هادو اعلاف بروتينيه. طورطو ندخلو هنايا طورطو. شو جبنا عاوتاني؟ الذرة، هاديك الذرة. عليكم السلام ورحمة الله. هاد الذرة غادي ندخلوها في الاعلاف الطاقيه.